بمناسبة عيد الأم البتول شفيعة كنيسة الروم الكاثوليك في بيت لحم، ترأس المطران يوسف الزريعي النائب البطريرك العام في القدس الشريف قداسا احتفاليا مع الأب الأقونوموس يعقوب أبو سعدة راعي الكنيسة وأبناء رعية الروم الملكيين الكاثوليك ورؤساء البلديات بيت لحم السيد أنطون سلمان ورئيس بلدية بيت صحور الأستاذ جهاد خير ورئيس بلدية بيت جالة الأستاذ نيكولا خميس وعدد كبير من الكهنة والراهبات والوجهاء والمؤمنين. وكان المطران قد استقبل باستقبال رسمي من قبل الوجهاء والراهبات والشمامسة والكشافة والمؤمنين. ومن خلال عظته وكلمته أثناء القداس طلب شفاعة القديسين ليحل السلام في العالم أجمع وفي الأراضي المقدسة. وبعد الانتهاء من القداس تم تبادل التهاني في قاعة الرعية حيث رحب الأب يعقوب بالحضور وقدم كل من رؤساء البلديات كلمة تمنوا فيها أن يحل السلام في أرض السلام. رسالتنا في هذه الأرض المقدسة هي أولا رسالة حضور مسيحيين في هذه الأرض المقدسة، طبعا بألام وصعوبات كما تعلمون، أسباب سياسية اجتماعية اقتصادية، ولكن أبنائنا في القدس وفي بيت صحور وبيت لحم وبيت جالة ورام الله والمدن الأخرى يكافحون لحتى يكونوا فعلا يعيشوا، وهؤلاء ولدوا في هذه الأرض المقدسة، وإحنا الكنيسة علينا نشجعهم أن يكونوا فعلا هذه الأبناء، هذه الرعاية التي تشهد بالمسيح في حياتهم. 10 سنين وأنا هنا في هذه الأرض المقدسة التقيت بمجموعات كثيرة من فرنسا، من إيطاليا، من أمريكا، من كندا، وفي كل مناسبة كان علي أن أبشرهم بأولا كنيستنا الشرقية الرومية الكاثوليكية، وأيضا ونكلمهم بإيماننا المسيحي الجميل. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة الأم البتول بيت لحم.